بلوك من آلان، من آلان خوري على دوموتور. آلان ونصير حط بعض، منعوه من التسجيل. 11 10 لحبوب. آلان خوري عنده لهلا 10 بلوكات بالبطولة. استقبال وآلان بيستقبل وبيشوط، بس طابة كونتر أتاك، كونتر أتاك. دومي، دومي بالأوت. 12 10 النتيجة، 12 10 النتيجة. حبوب عم بيعمل بداية مباراة رائعة على أرضه بقاعة كارلوس ليما الرياضية، عم بيكون دفاعيا كثير منيح، والكونتر أتاك عم على طول عم يستفيد منه بكل طابته. عكس فريق الأنوار، سجل ثلاث مرات كونتر أتاك ما عم يقدر يسجل. عزوزو كمان، آلان عزوزو، دوموتور، دوموتور بالأرض، بيسحب دوموتور. 13 10 فريق عم يكبر. رئيس نادي الأنوار بول كنعان والأمين العام زياد يزبك والزميل جابي مراد عم يتابعوا هالمباراة. بتعرفوا الطقس اليوم العاصف، أكيد جمهور قليل جدا بالجيم. 13 10 تقدم كبير لحبوب. كمان استقبال مش منيح، دومي استقبال، شبك شبك مظبوط، طابة شبك. حتى تسقيط الدومي كانت بالاوت، بس شبل درغام وسام حصري كابتن الفريق. استقبال من ايمن، بلوك هالمرة على لوكاس، ما بيتسجل، ترجع كونتر اتاك، نار على الدفاع. اوه طابه حلوه، طابه حلوه، مزبوطه الطابه، مزبوطه الطابه، مزبوطه الطابه. هلا بنشوفها بالبطيء. هون عم بيعترض كريستيانو رودريغيز. هون عم شوف شوطة كريستيانو باثنين بلوك، النار بيطلع الطابه، وسام سيريز بالاوت. بالاجمال شادي ممنوع لعيب يروح يحكي مع حكم بدون ما يستأذن. انا بتخيل كريستيانو هو كابتن الفريق لانه بده يستأذن. اي شادي خوري هو الكابتن، بس هلا هو على مائدة احتياط ولو بده يستأذن. اوت من نصير هالمرة، 13 14. بذكر انه اول تكنيكال تايم اوت بهالجيم راح لمصلحة حبوب 8 7، الثاني لمصلحة مين راح يكون؟ 13 14 دومي، دوموتور على الناعم هالمرة، أيمن، كريستيانو، أوه داركو بلوك، تخلص، هالمرة بيسجل، هالمرة بيسجل، كريستيانو. مش بس البطولة برعاية اكس اكس ال، فريق حبوب كمان على ظهره اكس اكس ال. ترجع داركو هالمرة كمان بتخلص من شارو، لوكاس، لوكاس بيسجل. 16 13 النتيجة، فارق 3 نقاط لنادي حبوب بالشوط الأول. يعني دفاع حبوب مميز جدا بهالمجموعة الأولى. يا عصام عم بيدافعوا وعم بيستفيدوا، يعني كل طابة عم تيجي من نادي الأنوار مش عم بيحسموها، حبوب عم بيستفيد منها، عم بيربح نقطة. توب سكورز دوموتور بأربع نقاط، كريستيانو بأربعة، جوزيف نهرة بأربعة، لوكاس باثنين، وبيير فيس بنقطة واحدة لهلا. أكيد بعدنا بالشوط الأول، بداية تكنيكال تيم أوت. سيرجيو، سيرجيو لويس كونا. في هجمة برازيلية على الفولي بول اللبناني، بدنا نشوف شو بدنا نعمل. بكره بنصير نصدر لعندهم. يا ريت تهجم بالفوتبول، بيهجموا علينا يا ريت. أنا مش معك توب بلوكرز أوفر أول عندك إياهم عصام صار؟ هلا ولا بالبطولة كلها؟ بالبطولة كلها سوا. بالبطولة عندنا ليفاندوسكي من الرسالة، الرسالة 14، ومنسيا جورج كمان بالتنورين 14، وجان أبي شديد 13، وشربي الخوري من حلات ب 13. بعد التايم أوت نقطة للأنوار. 14 16 جوزيف نهرة، في ايس ليكو الطابه، شو حلوه من الن، بحاول وكمان بمساعده الشبك، بس المره
طابة أربعة، طابة أربعة، طابة واطية، طابة واطية من شارو. شايلها كثير، هي أصلا كانت واطية عليه كثير. جرب عليها لروي بس ما زبطت. لأنه ما قدر على لأله أصلا. 15 16. أنوار بعد التايم أوت حسن وضعه. صار ربحان طابتين وخلص الفارق لنقطة. نصير عن ستة. نصير عن ستة، قليل تنسمع هيدي. ليه ما بنعرف؟ قليل تنشوفها. نسمعها. ونسمع. نصير عن ستة، يعني هيدا بنشوط نصير عن واحد، معروف نصير عن واحد. لوكاس فلوت. طابة بالاوت كمان من لوكاس. 15 16 17 نقطة وحدة الفريق. يعني شان نصير معروف مش مستقبل اساسا، بعد لهلا ما استقبل ولا طابة. ما عم يضربوا عليه. كمان هيدا نصير، هي أول طابة. أوووه كريستيانو. طابة قوية كثير من كريستيانو. هيدا اللاعب اللي عم نحكي عنه، اللاعب البرازيلي. وهو بحدد وطالع على السيرفيس. 18 16. بفتكر صار توب سكورر هو بخمس نقاط، وهلا يمكن يعملوا ستة إذا ضرب إيس. لا آلان برد. شبك مظبوط، شبك. رئيس اتحاد الكرة الطائرة الأستاذ جون هميم، رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه أسعد النخل، وكمان أمين صندوق الاتحاد الأستاذ ميشيل أبي رميا، رئيس مجلس إدارة أبي رميا أخوين وكيلة إكس إكس إل، كمان عم بيتابعوا الجيم. ما بعرف إذا في غيرهم من أعضاء الاتحادات. كمان في إلى جانبه رئيس نادي حبوب. لوكاس كونتر أتاك، ترجع هيني لمين؟ دوموتور، دوموتور بيسجل. دوموتور 18 للجميع النتيجة، تعادل. لمين أول تايم أوت بده يكون؟ أنوار ولا حبوب؟ سادي دوموتور من اللعيبة يعني ما بيفشكل طابع الفاضي. ألان كومل بالفيليه 19 18 لحبوب. نار على الاستقبال. اوه باس حلو كثير، بس تقطع الطابه فوق بيير دغري. 20 18 رجع حبوب لفرق نقطتين. كمان عم نشوف هون بالمنصه كبار الحضور في تايم اوت عم بيطلبوا سينيسيا ريلجيتش، وكنت عم بقول عن رئيس نادي حبوب كمان الموجود بالمنصه الى جانب الاستاذ ميشيل ابي رميا اللي هو ربيع خوري. توب ريسيفرز كريستيانو ب 67% من 3، دوموتور 60% من 5، إلينار 50% من 6، أيمن 45% من 11، وألان كومل 40% من 5. مبدأ الاستقبال مش كثير منيح، بعده ظابط عند أنوار. 60 ب 50 يعني عنده هو الاستقبال عندهم للأنوار 64% البوزيتيف. عندك بيرفكت 57% وعندك ولا ايرور، بينما بحبوب 50 86%، يعني البوزيتيف 86%، هذا اللي عم بيميزهم شوي عن الانوار. هون ارسال من روي الخوري بالفيليه 19 20، مجموعه اولى متقاربه جدا بين الفريقين. متقاربه بس على طول الانوار لحق حبوب، يعني عم يلحقوا. صح 8 7 بنذكر بالتكنيكال تيم اوت. 16 13 22 20. وهلا لمين؟ كمان للوكاس. لوكاس بتخلص. طيب ترجع بيير عن نعم. بيير ألان اكيد لنصير. نصير بيسجل. 21 19 لحبوب. 21 19. عودة النار على الملعب. شارو على السيرفيس. شارو خوري سيرفيس فلوت على دوموتور. استقبال. اوه طابه حلوه كثير من داركو على الدياجونال ضيق. ما
يعني موه على اساس عم يشوت لاين ورجع قربها دياجونال. ليكو الطابي، هذا هو اللاعب الفشلاوي. ليكو انحطها على اربع امتار. بيل لمين؟ نصير فوق البلوك. نصير فوق البلوك. 22-20. هيدا نصير. ليكو، ليكو من فوق مين؟ دو موتور وزوزو نهرة. ما بتصور في اعلى من هيك، في اعلى من هيك عصام. هيدا الكوتش عم بفكر. نصير عن ناعم الن داركو، ما بتتسجل. ترجع كونتر اتاك كمان داركو. هالمرة داركو بسجل بس مساعدة الشبك. لوكاس بدق شبك. عم بيلعبوا فريق حبوب طريقة دفاعية كثير حلوة، مسكرين الملعب لاقطينه مظبوط بالفعل. كيف ما عم بيشوطوا، إذا ما عم بيهدوا البلوك عم يدافعوا. تايم أوت لسيرجيو البرازيلي، بس هالمرة بنادي حبوب. كوتش سيرجيو يعني في أمم متحدة بالمباراة، في سلوفيني وصربي ومجري بفريق الأنوار، وفي باكستاني وثلاثة برازيلية بفريق حبوب. أرحم شوي عند حبوب، أرحم شوي عند. هيدا لبنان، هيدا لبنان، هيدا بنش الأنوار مع ريلجيتش، كله لبنانية. البنش كله لبنانية. توب ريسيفر كريستيانو بعده ب 75% من 4، دوموتور 67% من 6، أيمن 50% من 12، هي النار 50% من 6، وألين كومبل 50% من 6. إجمالا شادي نسبة الاستقبال مقبولة، منا عطلة. هذه عم تحكي بالبيرفكت يعني، الأغلاط كثير قليلة، ومشان هيك عم تشوف لعب حلو. هون عم نشوف دوموتور بعد التايم أوت. نصير بهدي كريستيانو اكيد ما بيسجل. كونتر اتاك لمين؟ دوموتور، دوموتور بيضغطوا بلوك كريستيانو. 23-21 طابت تعمل 22 الجميع ما بيستفيدوا ولا طابت. كونتر اتاك يعني شاط بالفيليه دوموتور. لا لا لا، ضغطوا بلوك كريستيانو. بلوك لكريستيانو، هذا اللاعب اللي عم نشوفه. شربل سيرفيس فلوت على النار. زوزو بترجع، زوزو بسجل اول نقطه لزوزو اليوم. زوزو عامل خمس نقط شادي. لا عم نحكي هلا فلوت بعيده طابع عن الشبك مش على راسه، له عادي يعطي يلعب اكثر مع بيير هيك. اول مره بشوف زوزو عم بيلعب هيك. عامل ايس كمان ضمنهم لهالخمس نقط. هيدا هو زوزو 22-23. كريستيانو، لكريستيانو عم يستقبل. نصير هالمرة ثلاثة بلوك على نصير. والتعادل 23-23. طابة كانت رايحة على الاوت بتخيل. لوكاس ليكو الطابة ثلاثة بلوك. فانت طابة كانت رايحة على الاوت. لوكاس دق فيها. زوزو نايس استقبال. كريستيانو بقوة بيضرب على بيير وبيسجل. 24-23. هيدي بقوة بيضرب. هلا لمين؟ داركو، الن، دوموتور ولا بيير؟ وسام الحصري لمين بده يعطي؟ استقبال منيح. الن، الن بيسجل وبده يلعب على شارو. أكيد 24-24 اجمالا بالفريقين. ما عندك مشكلة لمين بدها تطلع الطابة، بس حسب أول شيء الاستقبال. بالفعل عصام داركو، داركو بالأوت حاول يضرب على نصير. مش بوقته. بالفعل روي محادثات جانبية. وكريستيانو على السيرفيس، كريستيانو سيرفيسه كثير قوي. تايم اوت لاسينيسيا. وهيدا اللي عمله دغري الكوتش فريق الانوار، اخذ تايم اوت حتى يطلع كريستيانو من جو الجيم. توب بلوكرز الان ببلوك، كلهم بلوك بلوك بلوك. دوموتور ونصير وجوزيف نهرة وكريستيانو.
لهلا متعدين بالبلوكات. كريستيانو بده يروح على فول باور بالجامب ولا بده يوصل؟ يعني لهلا على طول من ورا ارسال كريستيانو عم تكون الاستقبال 100% بفريق الانوار. ما بعرف هالطابه شو رح تكون. يعني انا بتخيل لازم يروح على فول باور لانه شاروا على الشبك بده يجرب قد ما فيه يشل لهم قدرتهم على الهجوم للانوار. تنشوف كريستيانو بيربح. لا ما بيربح. الن تطلع كونتر اتاك. شارو بعلي لنصير وبيسجل كريستيانو بيسجل. والمجموعة الأولى مشاهدينا عم تنتهي لمصلحة حبوب بنتيجة 26-24. حبوب على ملعبه عم بيتقدم على الأنوار 1-0. هيدي المباراة ضمن المرحلة الرابعة من بطولة لبنان XXL للكرة الطائرة. يعني عصام هالمجموعة الأولى فينا نقول فيها دفاع ممتاز لحبوب واستقبال ممتاز للفريقين. للفريقين استقبال ممتاز. اللاعب كان أكثر شيء دفاعيا اللي عمل السيطرة أكثر لفريق حبوب لأنه لعبوا كونتر أتاك أكثر من فريق الأنوار واستفادوا منهم. يمكن عصام كمان كانت الأنوار ما عم بتسجل من الكونتر أتاك تبعه. بتصور هيدي كانت يمكن اجاهم شي 4-5 كونتر أتاك ما كانوا عم يستفيدوا منها. هي النسبة منا كثير واطية بس اجاهم 3-4 طبيعات كونتر أتاك ورا بعضهم بالأوقات الحرجة ما استفادوا منها. وفريق عادة بس يكون عندك شي 5 كونتر أتاك ما استفدت منها هيدي كثير خطرة على الفريق. على 22 جميع اجت كونتر أتاك ما استفادوا منها. على 20 أغلبيتهم بالنقط الحساسة ما استفادوا من الكونتر أتاكات تبعهم. بالفعل يعني مباراة لحد هلا فينا نقول عنها نارية. شو رح تكون ردة فعل الأنوار بالمجموعة الثانية؟ بننطر لنشوف نحن وياكم. بركي بهالوقت بتعطينا شوية إحصاءات عن الأوفر أول بالبطولة كلها. هون خلينا نشوف أوفر فيو قبل مع شادي. أوفر فيو بالتوتال أتاك 43% لحبوب، 54% للأنوار. السايد أوت أتاك 5 من 17، 9 من 18 للأنوار. بالكونتر أتاك 7 من 11، 5 من 8 للأنوار. بالريسبشن 11 من 20 12 تقريبا في تعادل بكل شيء. بالسيرف يمكن حبوب ولا ايس بينما انوار في عندها ايسين. والبلوك 1 3 من 3 والتوتال ديكس يمكن هذا الفرق كنا عم نحكي عنه عصام. هودي 11 من 8 هودي 3 طابات من طلعت طابه هذا اللي عمل الفرق. بالفعل واضحه. فريقين عم تحدوا ترجع على ارض الملعب. فريقين عم يرجعوا على ارض الملعب بهالوقت. عصام توب سكورر كنا شفناه هون وشفنا سبايكرز شفنا بلوكرز توب ريسيفرز او توب سيرف. توب ريسيفرز عندك كايو معلوف 66% من فريق تنورين. عندك ارتور ستيباسكين من فريق ساكريكور 62%. نادر فارس 58% من حالات نادر من حالات. ورانجل لويس من حبوب 57%. وعندك راميرز من تنورين كمان 56%. هيدا بالنسبة للريسيفرز. التوب ريسيفرز في اثنين من حبوب بين أول خمسة. توب ليبرو. ليبرو في اللي مبين يميل مبين من ليبروز موجودين ضمن الاستقبال يعني 55% الوحيد. وفي جزء جوزيف النار من حالات. من حالات. وروني فرح كمان مبين هون. رجعنا عرض المباراة. بالشوط الثاني حبوب متقدم 1-0 على عرضه. شارو خوري على السيرفيس فلوت على الن استقبال دومي. شارو تتخلص طابته لهلا دفاع حبوب كثير منيح بترجع كونتر اتاك. الن بحضر وداركو كمان تسقيطه. الن بشيل هي كونتر اتاك كمان. اوه دعانا كونتر اتاك. كونتر اتاك عاطله. والانوار بيفتتح المجموعه الثانيه باول نقطه. 1-0 كان باس على الشبك. نصير حاول يلعب بلوك اوت بس دومي حتى ما طلع. عصام ايمن نصير ونصير بيضرب. نصير بيضرب ما بيرحم. هيدا هو اللاعب نصير اللاعب الباكستاني واحد الجميع.
لينار استقبال وألن بيسجل ألن. نصير بحاول على المركز رقم 6 يشيل الطابة، بس طابة ألن كانت قوية بين البلوكين، بين لوكاس ليكو الطابة بين لوكاس وبين ألن. دو موتور على السيرفيس للشبك، يمكن دومي بلش باول ايس وبعدين شفنا سيرفيساته مره دعس على الزيح ومره ثانيه بالاوت ما عاد سجل ابدا. ألن للجميع، دو موتور استقبال وزوزو على روي، زوزو على روي 3-2 انوار. زوزو صار عامل مسجل اربع اتاك سيرفيس وبلوك او بلوكين بلوك. هيدا زوزو ايمن روي، روي برد، روي برد على بيير. اول نقطة، اول نقطة روي كمان بداية مجموعة ثانية متقاربة جدا، نقطة من هون نقطة من هون. لوكاس ألن عم بيلعبوا على شارو كونتر اتاك. ديانا ديانا يا شارو ركض، صارت طابة ورا ظهره كثير، اختفت الطابة بالجو. منيح، أول مرة بنشوف كوتش بيطيب لحكم على طابة. لا هي مبينة واضحة، واضحة ما له عين له. لا يعني داركو على نصير، نصير بهديها كريستيانو، كريستيانو بلوك اوت على ألن. كريستيانو ما عم يتهدى، هيدي الثامن شوطه بيسجلها وريع السيرفيس واربعة اربعة النتيجة. هيدا هو كريستيانو فول باور، بصير على الشبك كريستيانو. دومي وبيير، بيير بيسجل على روي. هون عم بيقول الكوتش لشارو كان فيك تساعده تهدي الطابه، الطابه كانت عمالتك ليكو هالطابه، عمليه شارو روي قد ما في جرب بس ما قدر. سيرجيو كونا مدرب حبوب، استقبال عاطل، شارو بهديها، لوكاس، لوكاس بيسجل، لوكاس بيسجل. غريبه هالطابه، تركوها لاعبي الانوار، ما بعرف كيف ربحت هالطابه. خمس الجميع، روي على الناعم، نار داركو بتدافع الطابه بتطلع، نصير كمان كمان طابه غلط، صبيع عم بيقول له الحكم لنصير واقف على فرد اجر، ميزان تبع جسمه كله ضايع. ف هون لاعبين عم يستقبلوا، بيير على كريستيانو اكيد لنصير، لا لوكاس، لوكاس بالاوت، لوكاس بالاوت. 7-5 اول تقدم بالشوط الثاني بفرق نقطتين لنادي الانوار، نقطة وحدة وبنطلع على اول تكنيكال تايم اوت بالشوط الثاني. بيير فيريس كمان، كريستيانو اكيد لنصير، ونصير بيضرب، نصير عم بيضرب 6-7 والارسال حاليا لشربل الخوري من حبوب على دومي، ودومي برد، دومي برد 8-6 اول تكنيكال تايم اوت لنادي الانوار بالشوط الثاني. يعني مجموعة ثانية شبيهة بالمجموعة الأولى تقريبا 8-7 8-6 ما عم نشوف فرق أبدا أبدا كبير. هيدي آخر طابة شفناها وعم نشوف سينيسيا ريلجيتش توب سكورر. كريستيانو كنا عم نحكي عنه بتسع نقاط لهلا، دوموتور بستة، نصير بستة، جوزيف نهرة بستة،
وألان كومل بخمسة، يعني نصير عطا نحن بنعرف إنه عطا بيكون مسجل أكثر من هيك، بس بتعرف بوزيسيون عم يلعب فيها نصير هلا بوزيسيون يعني مستقبل أكثر ما هو مهاجم، غير ما يكون عم يلعب أوبوزيت، بشوفه عم ياخذ أكيد أكثر بكثير من النياط اللي عم ياخذها هلا. بس بتخيل نصير عصام 6 من 6 وكريستيانو 9 من 9 بالهجوم عم نحكي كأتاك، لأنه بلوك فريق الأنوار ما كثير فعال مسجل كثير. النتيجة 8-6 للأنوار، ووسام حصري كابتن فريق الأنوار على السيرفيس. وسام استقبال منيح، كريستيانو بالأوت، كريستيانو بالاوت، ما بدق الطابة. أول شوطة بيخسرها كريستيانو. وهيدا أكبر فارق بيعمله الأنوار بالمباراة لحد هلا، ما سبق إنه تقدم بثلاث نقاط. لا بالمجموعة الأولى وهلا بلش. نصير. نصير. بيسجل نصير. رح يعمل له بالأعصاب لدومي. شادي فريق الأنوار عم بيلعب سيرفيس على ليبرو تبع كاميكاز تبع فريق أيمن. بوب ايمن، ولحديت هلا ايمن عم بيكون موفق بالفعل. سيرفيس قوي كثير من نصير. داركو برد، داركو ما برد، كريستيانو بلوك لكريستيانو، ثلاثة بلوك من فريق حبوب، لوكاس الان وكريستيانو. هذا المفروض يكون في حدا من فريق الانوار مغطيه. هيدي 8 9 نصير، عم بيضرب فول باور نصير. النار هالمرة لمين؟ زوزو كمان تتهدى، بترجع كونتر اتاك لكريستيانو. اوه بلوك جوا، بلوك جوا يا كريستيانو، طابة جوا، أول بلوك لزوزو اليوم. وشوفوا ملا بلوك، ليكو ملا بلوك، بلوك قوي كثير. من بعد ما خسر طابته زوزو أو الكرة الهجومية تبعيته استفاد من البلوك. دومي كمان بالشبك، دومي عنده مشكلة اليوم بالسيرفيس. هيدا تالت ارسال على التوالي بالفيليه. سوري زوزو صار لايت بلوكين، بلوكين بلوكين، بس هيدا بلوك قد أربعة. ألان سيرفيس على دومي مشان ما يخلوش يشوط على مركز رقم ستة. زوزو نهرة بقوة بيضرب. فرق نقطتين، هيدا اللي عم نحكي عنه. طابة قوية كثير، ما بيقدر يعمل شيء دفاع. ما فينا نلوم الدفاع على الوقفة. نهرة. نصير استقبال ولا أحلى. بتدافع كونترا أتاك. داركو. داركو بيسجل، داركو بيسجل 12-9. شارو حاول يشيلها بس طيب الأوت. شادي لهلا نصير عم بيلعب اكثر من دور مهم بالبوزيسيون رقم اربعه. تايم اوت عم بيطلبوا المدرب سيرجيو لويس كونا من حبوب، يعني عم بيعمل لازم وزياده حتى دفاعيا على السته واتاك على السته عم بيكون يعني ممتاز. واستقبال تقريبا يعني ما يمكن مش خسران ولا طابه، مهديهم بس مش خسران صايبينه فيهم، لا ما كانوا عاطين ناه بالاجمال. توب سبايكرز بيير فيريس 2 اكيد هون 100% لبيير فيريس بس نقطتين، 91% لجوزيف نهره من خمسه، نصير 60% من سته، كريستيانو 53% من ثمانيه، والين كومل 50% من خمسه. اذا بناخذها على شو ربحان نقط اكثر بيطلع في عندك كريستيانو اول من ثمانيه، نصير ثاني، والين وجوزيف سته، خمسه بسته، خمسه باربعه. زوزو نهره 12-9. أنوار بالشوط الثاني استقبال منيح، كريستيانو بيسجل. أنا عم شوف زوزو نهرة واقف على مركز رقم ستة. لوكاس اللاعب البرازيلي، أنا عم شوف هيدا زوزو نهرة. ألن، أوه ألن بيصيب كريستيانو على 3 امتار وبيعطي التقدم لفريقه 13-10. ليكو هالطابة شو حلوة، لأنه شارو واقف على المركز رقم 2
اول طابه غلط من نصير، ترجع كونتر اتاك نصير. داركو بسجل، لا ما بسجل، ترجع ترجع بترجع بترجع كمان كونتر اتاك عاطله. آلن 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 عم بيسجل بلوك أوت على كريستيانو. أربع نقط الفرق للأنوار، 14-10. هيدا أكبر فرق بالمباراة لهلا. وداركو على السيرفيس لفريق المتني. أوه إيس. أيمن 15-10. 15 10 نقطة وحدة للتكنيكال تيم اوت الثاني بالشوط الثاني. شو صار بفريق حبوب عصام بهاللحظات؟ استقبال عاطي والله فريق انوار عم يسجل صار الاتاك تبعه مع انه عم يدافعوا له، يلي كان ما كان عم يسجل كثير اتاك للفريق الانوار. داش 15 وكريستيانو رودريغيز اللاعب البرازيلي على السيرفيس لمصلحه حبوب. وكمان نزل شوي نسبه الريسبشن عندهم البيرفكت، يعني الاشياء ال 54 صارت. و 16 11 16 11. تكنيكال تايم اوت للانوار، هو الثاني بهالمجموعه. يعني اللي صار الي اول شيء فريق انوار بالبارتي الاولانيه ما عم بيطولوا بالهم على الدفاع تبع، يعني عم تدفع الطابة من فريق حبوب وعم ترجع الطابة لعندهم، يعني انه مثل توب بلوكرز. توب بلوكرز كريستيانو باثنين، جوزيف نهرة باثنين، دوموتور بلوك، آلان خوري بلوك، ونصير احمد بلوك. مبدا حبوب فينا نقول انه سيطر نسبيا، معه اربع بلوكات بينما الانوار معه ثلاثة. هو بلوك ما هو هذاك البلوك بس. هلا نحن عم نشوف توب فايف شادي، ما بعرف اذا في غيرهم بلوكات. هلا عصام بخبرنا ديبيير بعد يمكن مش لاقط وقت في بلوك، ولا وسام دوموتور كمان. هيدي عم نحكي نحكي لا ديبيير لاقط دوموتور ديبيير كمان اثنيناتهم مضبوط اثنيناتهم، يعني تقريبا متعدين اذا نجي نطلع بالبلوكات بالفريق. يعني 4-4 16-11 ألن سيرفيس الجامب المرة. أيمن جاهز وروي بترجع الطابة. نصير 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 بيسجل، نصير بيسجل طابه بالاوت. ١٢-١٦ وروي الخوري على الارسال لمصلحه حبوب. يعني عم نشوف طريقه دفاع غريبه عن نادي الانوار، ما بعرف داركو عم بيلعب على السته، وسام الي عم بغطي مالت وسام على الواحد. ما كان اوه كان وسام هون في دومي وبيير بده يكون قلب واخر دقيقة ما غير قلب الدفاع. يعني روي بيسجل نقطة هون مع حظ كبير ومساعدة الشباك. هيدي ما اسمها حظ صار بالفولي، في ناس تكنيك صار التكنيك هاي بيقصدوها بالشبك. روي على النار وبيير بيير اوت. 14-16 بترجع 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 لحبوب عم بيرجع من 10-16 ل 14-16. 3-0 ران للفريق المضيف. هون عم شوف طابة بيير كمان استقبال عاطل من دومي. دومي بيسجل دومي بيسجل بلوك اوت. بتدق الطابة بإيدين نصير وبيضربوا الشبك كمان. 17-14 بيير على الاستقبال. اي بيير برد برد بيير برد على روي. هذا اللي عادة بالتمرين بس يخلصوا تمرين اللعيبة بتحطوا نوات إذا بدك توقفهم، ما بنوع واحد يفل لما تضرب سيرفيس طابة بالشبك وبتنزل. هيدا قصاص اسمه. لا لا ما بيفل لما يضرب وحدة على القليلة. تمرينة بالعمر مش على طول. 15-18 بس عصام في ناس بتبقى لبكره تيجي تاني نهار على تمرين بكره. 15-18 شارو الن فيها حمل فيها حمل
نقطتين الفارق صار 16-18. عم ترجع تشتعل المجموعه الثانيه والمباراه. سوء استقبال عند الانوار، صاروا طابتين ثلاثه ورا بعض. آلن وكمان سوء استقبال 17-18. نقطة واحدة الفارق. رجعوا حبوب على المباراة وعلى الشوط الثاني وتايم اوت. تايم اوت لريجيك مدرب الصربي. أكيد منه راضي أبدا من 16-10 ل 18-17. نقطتين للأنوار وسبع نقاط لحبوب. بالتيم كونتر اتاك كريستيانو كامبوس 8، نصير 54%، لوكاس ادريانو 2%، والان خوري ولا طينه طابي ولا طابي. طابي وحده شاطه بس ما سجلها على الكونتر اتاك. كنا عم نشوف فريق حبوب. هلا الانوار، انوار داركو 60% من 5، دوموتور 4، الان كومل 2%، وجوزيف نهره لا يا شارو لا يا شارو، هيدا مش مقبول. بعد التايم اوت حتى سيرفيس فلوت يعني مش لازم يخاطر، سيرفيس فلوت هو اخذ كونترا يعني اخذ تايم اوت تيوقف له سيرفيسه وحتى اتجاهه مش عالا. وسام نصير اكيد نصير ما بيسجل، نصير ترجع كونترا اتاك بيعلي لداركو. داركو كمان كمان لداركو كمان ما بتتسجل، ترجع شارو عم بيقاتلوا على كل طابه فريق حبوب. بس الانوار بيتقدموا بثلاثه 20-17 وسام حصري كابتن الفريق. سيرجيو عم بفكر، مدرب البرازيلي عند حبوب كمان. اوه طابه حلوه كثير من نصير، بالفعل طابه حلوه كثير. ليكو الطابة شو حلوة، ليكو انحطها دياغونال ضيق باثنين بلوك، الطابة بعيدة عن شبك. دومي طالع كثير على اللاين، مسكر اللاين. كمان سوء استقبال. اي اي كريستيانو كريستيانو طابة جوا، مش المفروض كان يشوف، فوت ايده، شايف لو سقطها كانت قطعت. بالفعل حط ايده جوا. 21-18 للانوار. هون عم بيقول له المدرب المفروض تطلع بلوك، ما كان بدها اتاك، وعم بيحكي صح. دومي رح يوصل ولا لا؟ ما رح يوصل. ما رح يوصل اليوم ابدا دومي. درب الخوري. محل الان على السيرفيس. ١٩-21 شربل. مين بده يلعب شربل؟ على النار نار زوزو بتهدد تروي. كونتر اتاك للوكاس، لوكاس بيسجل 20-21. حبوب بعده عم بيرجع، ما عم يستسلم، ما عم بيخلي الشوط ابدا يروح، بده هيدا الشوط. اكيد بيعطي 2-0 يعني مش هينه بتصير. كمان شربيل داركو كمان بتدافع على الطابه. نصير بده يسجل، نصير بيسجل، نصير 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 عم بيعادل نصير 21-21 وعم بحط الانوار بموقف حرج جدا بنهايه هالمجموعه الثانيه. 21 الجميع لمين؟ شربيل فلوت على النار، استقبال عاطل، استقبال عاطل. 22-21 حبوب عم بيتقدم، عم بيقلب الواقع وعم بيقلب الامر الواقع حبوب، وعم بيتقدم 22-21. يعني اخطاء بالجمله على سيرفيس فلوت عادي. غريبه هالمباراه، غريبة الشوط الثاني 16-10 كنا، 200 تكنيكال تيم اوت، كنا 16-11 شادي، رجعنا صرنا
توب سكوررز بس قبل إلي كريستيانو ب 11 نقطة، نصير ب 10، نهرة 8، دوموتور 7، وألين كوبل ب 7. يعني عم نشوف السيطرة من حبوب تقريبا ب 21 نقطة بالتوب سكوررز. عم نشوف جوزيف نهرة أفضل مسجل عند نادي الأنوار 8 نقط. 22-21 شبل معه تيم اوتيت مدرب الانوار. اخر تعليمات الن، كمان استقبال عاطل، كمان استقبال عاطل من الن. 23-21 على سيرفيس فلوت، استقبال عطم الشبك بس. 23-21 ضيعوا فرصة كبيرة الأنوار بعد ما كانوا متقدمين، وهيئتهم عم بيضيعوا المجموعة الثانية. آلن بعد بينتقم، آلن بعد الأخطاء اللي عملها بالاستقبال بيسجل. صار الأفانتاج، أكيد الأفانتاج لنادي حبوب. زوزو نهرة، حبوب راح يحافظ، راح يسجل نقطة 24 ولا التعادل لنادي الأنوار. زوزو كريستيانو، اكيد طابه لكريستيانو. اوه كريستيانو بيسجل 24-22. 24-22 وحبوب قريب كثير من انه يتقدم 2-0 ويخلط الاوراق بهالمجموعه بهالمباراه. لوكاس استقبال كمان عاطل، وبترجع كونتر اتاك كمان. الن، الن بيسجل 23-24. سيرفيس مين؟ داركو بده يخاطر ولا لا؟ هون عم نشوف تبديل تكتيكي، عم نشوف بلوك محل وسام. عمر عبد الاحد عم يدخل. مين؟ مين 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 مين؟ نصير ولا كريستيانو؟ نصير ولا كريستيانو؟ جمهور حبوب عم بحط ضغط على داركو. داركو بوصل على نصير، اكيد لكريستيانو. اوه طيب بترجع كونتر اتاك. اوه بيربح هو حبوب، بيربح هو حبوب. باص عاطل لبيير 25-23. بس الحلو كانت الدفاع تبع إيلين نار، يعني إيلين نار خلص الطابه ما عرف فريقه استفاد منها، وفريق حبوب عم يتقدم 2-0 بعد ما ربح المجموعة الأولى 26-24، المجموعة الثانية 25-23، وهيدي أجواء XXL بطولة لبنان للكرة الطائرة. بس عن جد بدي أعطي يعني شو هالقلب على شارو يقلب تاني طايم مثل هيدي، يعني بالفعل أنا ما بعرف. أوكي، كانت انشالت الطابة خلصت، يعني كانت إجت لفريق الأنوار. صح، كنت أتاك بس ما استفادوا منها. ما استفادوا منها أبداً، هي ما بتنعمل هيدي، بس الظرف ما بتنعمل. هيدا عم نحكي عنه إنه شو هالقلب ياخذ فيه ريسك على طابة 24-23، طابة أنا بسميها طابة ماتش هيدي. مزبوط. لأنه 2-0 لحبوب، صرنا عم نحكي بضياع. خلطنا الأوراق. بالفعل. أوفر فيو. أوفر فيو، ليكو حبوب شو تحسن بالأتاكس، تعادل مع الأنوار 52%. بالسايد اوت اتاك 16 من 35 لحبوب، 17 من 35 للانوار. بالكونتر اتاك 11 من 17 لحبوب، انوار 9 من 15. بالريسبشن 23 من 40، 24 من 40 تقريبا متعادلين. بالسيرف 2 من 50، 4 من 48 كمان تقريبا متعادلين. بالبلوك ليكو حبوب 5 لحبوب 4 للانوار، والتوتال ديكس 17 15. اذا مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لنتابع المباراه.